أحب سلام لكم جميعا المتابعين صباح الخرطوم على امتداد هذا الوطن الحبيب وأولى مساحتنا الحوارية. نرحب في هذه المساحة بكوتش محمود لين، كوتش وموجه في التطوير الذاتي. مرحب بك أستاذ محمود. مرحب بك أستاذ حسن، والتحية عبرك لكل السادة المشاهدين. نعم مرحب بك، ونحن في هذه المساحة الصباحية الجميلة نحدث الناس عن الأهداف وعن التخطيط وكيفية تحقيق هذه الأهداف. وخلينا نبدأ هذا التجوال الصباحي بكل تأكيد عن أهمية التخطيط في حياة الإنسان. أوكي جميل. واحدة من الحاجات المهمة جدا في أنه نحن في الحياة كلنا بيكون عندنا أهداف شخصية عايزين نحققها في أي كان المجال، سواء كان في شغلنا، في علاقاتنا، في جوانب بتاع صحتنا. المسألة بتاعت أنه الشخص يضع أهداف بالنسبة له بتساعده في أنه يكون عنده الوضوح اللي يساعده في أنه يتحرك. فمسألة وضع الأهداف بتساعدنا إحنا نقدر يعني نوجه كل الجهود والإمكانات الموجودة عندنا تجاه حاجة محددة إحنا عايزين ننجزها. فبتيجي أهمية أنه الشخص اللي ما عنده أهداف ممكن يضيع وقت طويل جدا في حاجات هو ممكن تكون ما عنده أهمية بالنسبة له، ممكن يضيع طاقات، ممكن يضيع موارد كثيرة جدا. فبتيجي أهمية أنه أنا وقتي كله وجهدي كله يكون مركز على الحاجات الأكثر قيمة بالنسبة لي. فمن هي بتيجي مسألة أنه أنا بعد كده أضع أهداف بالنسبة لي، وخاصة لما تيجي في مسألة بداية السنة، لانه بدايه السنه الناس بيكون عندها استعداد. الناس هسه لو لاحظت في بدايه السنه اغلب الناس احتفلت بانها هي باديه حياه جديده، باديه عام جديد، فبيجي الحماس، بيجي الحماس، واهم من الحماس بيجي الاستعداد في انه الناس مستعده انه والله 2021 تكون احسن من 21. نعم. فالاستعداد ده اذا ما لقى خطط واضحه ممكن الحماس والاستعداد ده يضيع سايد. فبتيجي هنا أهمية إنه أنا أضع حاجات محددة وأتحرك تجاه عشان أقدر أنا فعلا أنجزه وأستفيد من إنه أصلا الحياة طالعة ماشية أنا تمشي وأنا أقدر أنجز الحاجات الأكثر قيمة وأكثر أهمية بالنسبة لي في حياتي. نعم. طيب هنالك من يقول الحياة أهداف ولا حياة بدون أهداف، يعني ما عندها قيمة كده وما عندها معنى لو ما عندك أهداف إنك تساعد في حياتك عشان ما تحقيقها. كيف الزول يعني يرسم له أهداف ودائما يسعى في تحقيقها؟ في كثير من الناس عندهم مجموعة من الأهداف ودائما بيسعوا يحققوها في وقت واحد، وبتجد الحياة صعبة. يعني أنا كيف يعني يكون عندي هدف واحد وأسعى لتحقيقه، يعني بعد ذلك أمشي للهدف الثاني؟ هي متعلقة بجزئيتين. الجزئية الأولى في إنه أنا محتاج لرؤية أكثر من يكون هدف، أنا محتاج لرؤية بعيدة المدى، أنا أخصص عمري وشقاي وحياتي كلها عشان أنجزها. يعني مثلا إذا مثلا أنا شغال في التلفزيون هنا، حيكون واحدة من الرؤية بتاعتي خلال 5 سنوات الجاية والله أنا أكون واحد من أفضل مثلا المذيعين بتاعت البرامج الحوارية. الحياة ما بتاخذ يوم ولا يومين، لا بتاخذ سنين ممكن عشان أنت تشتغل عليها. فالرؤية دي من خلال أنا ببدأ بيضع أهداف عشان مجموعة الأهداف دي هي اللي بتوصلني بالنسبة للرؤية. فأنا ما محتاج لأهداف كثيرة على الرغم أنه أنا محتاج لرؤية كبيرة أنا بحقيقها بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، 5 سنة. يلا الرؤية دي هي اللي بتدي الإنسان الحياة. يعني هسه لو جيت حتى في مسألة العلاقات الزوجية، الناس اللي عندهم رؤية لموضوع شكل الحياة الزوجية حقتهم تكون كيف، أكثر نجاحا من الناس اللي ما عندهم رؤية. التاجر عنده رؤية لأنه والله داير دكان بعد سنة سنتين تكون كيف، أكثر نجاحا من زول ما عنده رؤية. الطالب العارف إنه والله مذاكرته وجهده عامل لشنو بيكون عنده استعداد أكثر من الزول ما عنده. فالرؤية هي الأكثر أهمية في انه انا محتاج لرؤيه للسنين الجايه. بعد ذاك بتجي الاهداف اللي هي حتكون الطريقه اللي توصلني للهدف، للرؤيه الكبيره انا فعلا واضعها خلال السنوات الجايه. فيلا واحده من الاخطاء الكثيره جدا الناس بتقبها في انه برضو اهداف كثيره جدا ما عندها معنى. فهم في النهايه اصلا الانسان بيعمل حاجات ده عشان بحث عن المعنى في انه هو عايز يحقق جزء من ذاته. فبعد احيانا الناس بتضع الاهداف بناء على انه والله عشان الناس تشوفها او عشان فلان حقق نفس الهدف انا عايز احققه. بدي اهميه الحاجه دي في انه انا محتاج اضع حاجه تلمسني انا، تحقيقه يشبع احتياج ورغبه وتديني انا معنى في حياتي. هي دي الاكثر قيمه من حتى يعني انه الانسان يضع اهداف سعيده ويبدا يشتغل عليها. نعم جميل. طيب نحن في بداية عام جديد و2020 في كثير من الناس كان عندهم أهداف وما يتحققت. أيها. فمحتاجين الناس اللي نقولوا أهدافه ل21. أيها. لكن ما يكون في مثلا ما يكون في إحباط، ما يكون في اكتئاب إنه والله يا أخي الأهداف دي ما تم تحقيقها في 2020. أيها. دائما الزول يتجاوز الحاجات دي عشان يقدر ينجز. يعني
هي 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 جزئيه مهمه جدا انه الشخص, في ناس كثير جدا بتلقى الاهداف بتاعتهم كل سنه يرحلوها للسنه الجايه. داير اقول حاجه هنا استاذ حسن, في انه كثير من الناس بيفتكروا انه والله مجرد ما وضعت الهدف اوتوماتيكلي يعني الهدف بيبدا يتحرك عليك. لا لا, في جزئيتين الناس محتاجة تنتبه لها. أنا محتاج للوضوح رقم واحد, لكن الهدف والرؤية الجديدة أنا خاتيها ما بتتحقق ما لم أنا في نفسي أتغير. ودي بتجي أهمية إنه والله إذا في السنة المضت في حاجات أنا كنت بعملها محتاج أتخلى عنها وأعمل حاجات مختلفة عشان السنة دي النتائج تبدأ تختلف, وإلا أنا بكون قاعد أكرر في نفس السلوكيات بدون ما أنا أحصل على نتائج ممكن تكون هي نتائج جديدة. فيلا, أهداف أنت وضعتها السنة الفاتت وما أنجزتها ببساطة محتاج تعايل, لأنه والله السنة الجديدة في أشياء أنا ما كنت قاعد أعملها محتاج أعملها. يعني أي كان شكل الهدف أنت ماشي عليه, في شنو السلوكيات اللي أنت مثلا كنت بتعملها السنة الماضية هي بتخصم من طريقة تجاه الهدف, أنت محتاج توقف. رقم واحد, محتاج توقفها قبل ما إنك أنت تبدأ تغيرها أو تقلل منها. يعني بعض الناس ممكن يكون عندهم السلوكيات بتاعت المماطلة والتأجيل, إنه والله بتضع الهدف وبناس, حتى أغلب الناس بناسة بضع أهداف في بداية السنة بعد 28 يوم بس من بداية السنة أصلا بيكونوا شغالين في حاجة مختلفة تماما من الأهداف اللي هم بينسوا الهدف الأهداف يس. لأنه بعض الناس بيفتكر إنه تغيير التاريخ هو عبارة عن تغيير بالنسبة للأهداف بتاعنا. لا لا طبعا, في أنه أنا وضعت الهدف ده جانب واحد, لكن الجزئية الثانية الشخصية اللي أنا محتاج أكون عليها عشان أنجز الهدف ده أكثر قيمة حتى من الهدف. لأنه صحيح, لما تبدأ تشتغل على الشخصية دي وتبدأ الشخصية تنضج, الشخصية دي بتساعدك في أنك تقدر تنجز أهداف ثاني وثالث ممكن تكون حتى أعلى من الهدف الأساسي أنت فعلا وضعته. فالناس اللي عندهم حاجات السنة الماضية ما أنجزوها أفتكر أنه محتاجين يغيروا في كثير من الحاجات المتعلقة بشخصيتهم رقم واحد, اللي بتساعدهم في انهم يقدروا ينجزوا الهدف, سواء كان شخصيه, عادات, معتقدات. دي كلها عندها اثر كبير جدا في انه الشخص اما يتحرك او ما يتحرك او يتحرك ويبدا يقيف. دي كلها بتاثر بصوره كبيره جدا. نعم صحيح. طيب انا عشان يكون عندي اهداف وبسعى لتحقيقها, ايوه, محتاج لتخطيط. ايوه, واهميه التخطيط يعني بصوره عامه في حياتنا. نحن مفترض يكون عنده حيز كبير جدا. يس. كيفيه التخطيط لعام جديد عندك فيه اهداف كثيره وكبيره انت حابب تحقيقها يعني. اوكي. نعم. طيب ممكن هنا اتكلم في جزئيه قبل ما اتكلم عن التخطيط, في انه في ناس بيفتكروا انه والله موضوع التخطيط ده اصلا ما مهم, لانه في ناس ما بخططوا وبينجحوا وفي ناس بخططوا وما بينجحوا. طيب اهميه التخطيط هنا بشنو؟ هنا في اربع انواع خلي اذكرها للساده المشاهدين عشان يكون عندهم انتباه. نعم. الجزئيه الاولى ان في ناس بضعوا خطط وبينجزوها يعني بحققوا الخطط بتاعتهم. في جزئيه ثانيه بخططوا لكن ما بينجحوا. اوكي. في جزئيه ثالثه لا عنده فكره عن التخطيط ولا شيء لكن قاعد ينجح. وفي ناس كثير جدا الان موجودين سواء كان في السوق الغير ما يعني ما بعمل الحاجات المعقده اللي احنا قاعدين نعملها. وفي جزئيه رابعه اصلا لا بتخطط ولا بتنجح. دي خليها. يلا, الحاجه المشتركه شنو ما بين الناس اللي بيخططوا وبينجحوا والناس اللي ما بخططوا وبينجحوا؟ حاجه واحده هي الوضوح. جميل. يعني الفرق ما بيناتهم انه حتى الزول ما بخطط عنده حاجه واحده, ما هو الهدف النهائي من التخطيط وضوح حاجتين, وضوح الرؤيه اللي انا عايز امشي عليها, والجزئيه الثانيه وضوح مسار التحرك. يعني اذا انا الرؤيه بتاعتي عايز امشي بالسودان دي, يعني التخطيط بيساعدني انا اوضح رقم واحد دي, والجزئيه الثانيه الطريقه اللي بوصلني من هي لبرسودان هي دي, دي والتكلفه حتى كم. أيوة. يعني التكلفة. انا حقعد كم يوم يعني حلاقي من هناك البرامج حقتي شنو. ايوه, دي كلها تكون حياتي مكتوبه. أيوة. تسهل لك المهمه. أيوة. ذاته يعني. ايوه بالضبط كده. في دي القيمه النهائيه من التخطيط. يلا نجي للجزئيه الثانيه في انه انا بعد كده كيف اخطط. عشان اخطط محتاج اضع اهداف. عوض على الاهداف في جزئيات محتاجين ممكن اذا في طريقه الناس تفضل عشان نستفيد كلنا كده. نعم يس. في انه في بعض الطرق اذا انت وضعت بها الاهداف ممكن تكون سبب في انك انت ما تنجز بها الاهداف. اوكي. خلينا نتكلم عن ثلاثه اخطاء الناس بترتكبها لما تبدا تضع اهداف. جميل. واحد من الاخطاء في انه كثير من الناس لما بضعوا هدف ما بسجلوا الهدف, ما بكتبوه. ولو جينا شفنا التلفزيون الان هم قاعدين يشاهدوا فيه ولا التليفون ولا غيره, ده كان في يوم من الايام هو فكره في شخص في ذهن زول, هما الاخرين ما كانوا شايفينها لكن هو كان شايفها وقدر يحول الحاجه لواقع, لكن كان مرسومه المبنى الان هو عايش فيه كان مرسوم. ففكره انه الزول يكتب الهدف بتاعه الحاجه عندها قيمه كبيره جدا في انه بيترسخ الهدف في ذهن الزول. دي حاجه مهمه جدا, ومهم جدا في انه كتابه الهدف بتخلينا احنا نشوف الحاجه الاخرين ما شايفينها, لأن واحدة من الملكات الموجودة عندنا كبشر اللي هي الملكة بتاعت التخيل. في احنا نقدر نشوف حاجات الآخرين ما شايفينها ونقدر نشتغل على الحاجة اللي احنا الآن ما شايفينها لكن شايفينها في ذهننا في انه نحولها لواقع.
فخطأ إنك ما تكتب الهدف ده ممكن أصلاً يساعدك إنك ما تحققه. الخطأ الثاني في إنه بعض الناس بدل يكتبوا الحاجة اللي هم عايزينها بكتبوا الحاجة اللي ما عايزينها. مثلاً في زول بقول لك الله أنا تاني ما دار أكون زول شقي، ما عايز أكون زول محبط، ما عايز أكون كذا، ما عايز أكون كذا. يلا المصيبة ما هنا، المصيبة في إنه أنت لما تدي دماغك أمر لحاجة فيها نفي ببدأ بحققها. مثال لو قلت لك إنه ما تفكر في صورة حمدوك ما بتقدر، ما تفكر في صورة شكل الباب حقك ما بتقدر، تلقى نفسك أوتوماتيكلي فكرت فيه. في يوم في بذكر لما كنا شباب كنا بنلعب كورة، يلا في يوم عندنا مباراة، فقلت للشباب أنا ما أنا كنت الكابتن والمدرب، قلت لهم ما بحتاج أخش، لكن الفريق لأنه كان شوية تعبان إحنا اللاعبين ضده، قلت لهم خلاص وجهتهم وأنا كنت واقف برا بس حذرتهم، قلت لهم أوعى زول ياخذ كريد أحمر، ممنوع ممنوع. اتكلمت كثير جدا حتى لو جينا بين الشوطين، قلت لهم شفت أي حتى لو اللاعب الخصم ده ضربك ما تسأله عشان ما تاخذ كريد أحمر. نهاية المباراة اطرد مننا 2 كريد أحمر وكنا مغلوبين 2-0. فلما جيت في المجال بتاع التدريب كان المدرب بيتكلم في انه والله دماغنا يعني ما بيتعامل بالادوات بتاعت النفي، لما تقول ما تعمل كذا بتلقى نفسك اوتوماتيكلي بتعمل بنفذها. فقلت يا الله دي مصيبه، يعني انا اللي كنت السبب في انه انا يعني اخليهم هم ياخذوا الكرت الاحمر، لانه ما وجهتهم للحاجه المفروض يكون عليها اللي هو هم مفترض يركز على اللعب النظيف وليس على انهم ياخذوا الكرت الاحمر. طيب نحن نستفيد من الحاجه دي وندي العقل بتاعنا ده أوامر إيجابية. يعني مثلا والله يا أخي في 2021 دي داير أعمل ماجستير، أيوة ممتاز، داير أحقق حاجة كانت صعبة في السنين الفائتة، هدف كبير أنا بحلم به وأسعى في تحقيقه عشان تلغائيا العقل ده أيوة يحقق الحاجة دي. فدي دي جزئية مهمة جدا مناسبة، لأنه حتى كثير من الناس اللي بيبدأ نسأل الناس في إنه أنت شنو أهدافك، بتلقى إنه أغلب الناس كاتبينها بصورة يعني مركزين على الحاجة اللي هم ما عايزينها، فبلقوا نفسهم هم مو ماشيين عليها. الجزئية الأخيرة الثالثة إنه بعض الناس بضعوا الأهداف بتاعتهم بناء على الظروف اللي هم فيها. بمعنى هو ممكن يكون ظروفه الآن ما كويسة، وضعه ما كويس، ببدأ يقول لك والله أنا أخذ أهداف بسيطة بس عشان لأنه أنا أصلا وضعي تعبان. ده ما كسر شوية كده؟ ده كسر. وأصلا الفائدة شنو من الأهداف إذا أصلا ما بتساعدك في إنك تنتقل من الوضع اللي أنت فيه لوضع أحسن، ما بتكون عندها قيمة. ده القيمة الأساسية بالنسبة للأهداف في إنه تنقلك من الوضع اللي أنت فيه لوضع تاني ممكن يكون أحسن وأفضل. فما تعاي للظروف اللي أنت فيها، لأنه الظروف اللي أنت فيها ما سبب فيها الحاجة الجاية، ليس فيها الحاجات انت عملتها قبل كده. فالمستقبل بتاعك يعني مرهوم بالحاجات انت بتعملها هسي. وحتى بناسة يعني ممكن نقول حاجة ممكن تكون صادمة للناس في انه شخصيتك الحالية انت ما صنعتها، قيمك ومعتقداتك وبرامجك العقلية وحاجاتك كلها انت اتبرمجت عليها، يعني ده جاي من ناس بيتكم والمجتمع، لكن عندك فرصة تتخلص منها وتصنع الشخصية اللي انت عايزها. 5 سنين و10 سنين الجاية انت اذا فيك حي حتكون عايش، لكن ممكن تعيش بالقيم والمعتقدات اللي انت عايزها، مش البنوها لك البرمجة لك الناس او اللي قلت نفسك انت فيها يعني. ايوه فيلا اذا الزول انتبه للجزئيات دي بكون بعد كده مستعد في انه والله موضوع الاهداف ما حيكون صعب بالنسبه لهم، في انه والله انا محتاج بعد كده اخذ 2 أو 3 اهداف اساسيات ابدا اشتغل عليها بقيه الايام دي واكون مركز عليها. ما هو انا بكون عندي حياتي رقم واحد اكون شغال في حته معينه، وكمان في نفس الوقت بكون عندي اهدافي المستقبليه انا اكون بكون شغال جميل عليها. طيب نحن مرات كثير يعني بنصنع تحديات كده لأهدافنا. مثلا انا داير اتعلم لغه جديده كويس، لكن يا الله بيقول يا اخي انا ما قاعد اصحى بدري كويس، انا محتاج لزول يمشي معي المحدة. المواصلات صعبه شويه كويس، المسافه دي بعيده ذاته يا اخي، انا افتش حته ثانيه عشان انقل المحدة قريب. تلاقيا اخر الموضوع ده شويه شهر شهرين لحد ما نلقى الموضوع ده ماشي يعني كويس ان احنا ما حققنا الهدف ده. ده برضه من التحديات اللي احنا اللي بنصنعها يعني. هي لما تيجي هو جزئيتك مهمه جدا، وخلينا نتكلم في موضوع الانجليزي لانه في كثير من الناس عندهم فيه تحديات. احنا قلنا جماعه اللغات يمكن برضه عرب الناس ما تحتاج. هي لما تبدا تضع هدف عشان انت تنجز الهدف انت محتاج تتخلى عن كثير من الحاجات، واحده منهم منطقه الراحه اللي انت فيها. يعني حكايه انك تمشي مع حد بتطلب منك توفر وقت وتوفر جهد وتوفر قروش وتديها مساحه بتاعت انه والله ما بعد المعهد في انك انت تقدر تشتغل على الجزئيات دي. يلا افضل طريقه في انه انا اقدر اتغلب بها على التحديات اللي انت ذكرتها، واحد من حاجتين، يا اعمل حاجه بيسموها الاكاونتابيلتي في انه القى شخص يكون داعم بالنسبه لي. عندك زول صديق بالنسبه لك او قريب بالنسبه لك عنده هدف بيشبه هدفك وانت تتحرك وتكونوا داعمين معه في نفس الهدف بتاعك ده. ليه؟ لانه اي هدف انت محتاج تنجزه بحتاج لبيئه خصبه، الهدف ده هو البذره،
البذره دي حتى لو هي كويسه وخطيتها في 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 بيئه هي او في تربه هي ما خصبه ممكن ما تنجح او تديك نجاحات ممكن تكون بسيطه، فمحتاج تشيل الهدف ده وتحطه في البيئه المناسبه. يعني موضوع موضوع الانجليزي ممكن تدخل نفسك في جروب بتاع ناس هم اوريدي شغوفين بمساله التعلم، نعم تكون قريب للهدف يعني. يعني تكون قريب بالنسبه للهدف لانه البيئه الدماغ بتعلم من البيئه، من البيئه بتعلم اكثر. يعني انت ممكن تتعلم عن موضوع السواقه نظري من بعيد، لكن لما تيجي في الواقع اذا انت ما مارستها صعب، فانت محتاج تكون في البيئه بتاعت الهدف بتاعك عشان تقدر تتعلم منه. فالزول ممكن يتغلب على التحديات ده عن طريق حاجتين، في انه يشوف الشخص داعم بالنسبه له، والحاجه الثانيه يدخل نفسه في بيئه جديده لناس هم شغوفين بنفس الهدف. نعم. طيب كوتش محمود، خلينا شويه للناس اللي في البيت يعني. اوكي. بيكون في زمن الناس مرات كثير بيضيعوا ساعه يعني. ايوه. والزمن ده محسوب يعني. كله من عمر الانسان يعني، كل ما فات يوم ما حيراجع بكل تأكيد يعني. أيوة. عشان كده نحن مفترض نكون عندنا أهداف واضحة رئيسة نسعى في تحقيقها. في كثير من ستات البيت، خلينا نمشي للناس اللي بيشاهدونا يمكن. أيوة. اليوم التحية في هذا الصباح. أيوة. عندهم كثير من الأهداف، مثلا تغيير شكل البيت. أيوة. الداخلي، زراعة داخل البيت. أيوة. كويس، بيكون في أهداف خاطئة مثلا. أيوة. دار اشتغل حاجة عشان أدعم مثلا غرفة الملاحة، أساعد آدم ده يعني. أيوة. كويس. أيوة. أعمل لي شغل كده، لكن بتكون في تحديات إحنا بنصنعها وفي تصورات يعني بداخلنا بضيع. أيوة. الزمن. أيوة. دل بتقول لهم شنو؟ طيب بقول لهم إنه والله أول حاجة تحية لكل الناس الموجودين في البيوت، في إنه نعم. في حاجتين أساسيات ممكن تمنع الظلم إنه هو ما يقدر يعمل أي حاجة أو ممكن يقدر ما يحقق أي حاجة، وده كتير في إنه كثير من يعني وخاصة بالنسبة للنساء الآن هم دعم أساسي لماسكين كثير من البيوت. للرجل. نعم. يس. السبب الأول بخلي كثير من الناس في إنه ممكن يكون عندهم أهداف لحاجات دارين يعملها، لكن السبب الأول ممكن يكون نقص المعرفة في إنه هم ما عارفين يعملها كيف. وفي الوقت الحالي في العصر احنا الان عايشين فيه نقص المعرفه يبقى ما مشكله، لانه بسهوله جدا انك تخش على جوجل ولا اليوتيوب ممكن تلقى افضل المعلومات عن ناس بتكلم عن نفس الحاجه انت بتفتش فيها، ممكن تلقى ناس قريبين بالنسبه للاريا انت فيها ممكن يساعدوك في الحاجه دي. فرقم واحد الزول محتاج يفتش على المعرفه. لكن السبب الثاني اللي هو ممكن يكون بيوقف اغلب الناس اللي هو الخوف، في انه كثير من الناس عندهم مخاوف، خوف من انتقادات الاخرين، انه الناس ممكن تقول عليه شنو، خوف من الرفض، خوف من عدم تقبل الآخرين بالنسبة له، خوف من الفشل. في المخاوف دي حلها الأساسي هو المعرفة. يعني بعض الناس ممكن يكون عندهم فكرة دارين يبدوا مشاريع لكن خايفين. الخوف بيكون مش خوف من إنه أنا أبدأ المشروع وأنا ما أعرف أعمل حاجات والمشروع ممكن ما ينجح. يلا إذا أنا تعلمت الحاجات اللي ممكن تساعد المشروع إنه ممكن ينجح، الحاجة دي ببساطة الخوف بتاعي بيتحول لحاجة مهمة جدا اسمها السيرتينتي، اليقين شديد جدا في إنه الحاجة دي إذا عملتها حتنجح. فالمعرفة هي رقم واحد، المعرفة متاحة في الآن والزول ممكن يفتش عنها في كل مكان. ما صعب، يمكن بتلفون ده يعني أي معلومة دايرة أنت بتلقاها. أيوة. الموضوع ما صعب شديد. أيوة أيوة. نعم. أيوة. طيب نحن خلينا نمشي ل يعني لمستقبل البلد. أوكي. والناس الحي من البلد دي. أيوة. الشباب. وحربط ما بين التخطيط والأهداف والزمن. أوكي. وإذا في كثير من الشباب عندهم أحلام كبيرة جدا. أيوة. إنه والله يبنوا البلد، يحققوا اكتفاء ذاتي الواحد اللي يروح يعني. يس. وكثير من المشروعات بتكون معطلة بعد ما خلاص يتخرج من الجامعة الشاب ده، وبيحلم مثلا بوظيفة أو بعمل محترم يعني. يس. برجع القرية الشالة من أهله دي اليوم. أيوة. اليوم عائلة الكويس بعدها. أيوة. يفكر في حياته الخاصة، لكن بيبقى التحدي انه مرات يعني الاهداف دي ما بتتحقق. yes. كويس. وهو ما بسعى عشان احنا ما بس نرمي الشماعه. أيوة. دي كلها ونخوض. أيوة. الحياه دي كلها في انه والله ما مثلا ما في وظائف. أيوة. في كثير من الحاجات يمكن الناس تعملها يعني عشان تحقيق اهدافها بكل تاكيد، لكن بنضيع زماننا، بنمشي نشرب قهوه، بنحضر كوره في النادي. أيوة. بنساهر مثلا ليه 3 صباحا. yes. تفاصيل الشوا المختلفه الحياه. yes. اللي عايشينها دي. yes. أنا بعد ذاك بجي بسأل نفسي أنا يومي أخي أنا ليه قاعد كده، خلاص أنا بعد ذا أفكر وهاجر وأمشي أبحث عن عمل خارج السودان. أيوه. لكن في نفس الوقت أنا ما اجتهدت عشان أحقق هدفي داخل السودان. يس يس. أنت تكلمت في 3 جزئيات خليني أتكلم عنها. في الجزئية خلينا نبدأ من الجزئية الأخيرة في إنه الزول بيفكر في إنه يهاجر. طيب مسألة الهجر أصلا الفكرة الأساسية في إنه الزول ممكن يكون عنده هدف والبيئة اللي هو فيها ما بتساعده إنه يحقق الهدف، فبطلع لبيئة تانية ممكن تساعده إنه يحقق الهدف. لكن في نفس الوقت في فرصة إنه في ناس في نفس البيئة اللي أنت فيها قدروا يغيروا من طريقة تفكيرهم وأفعالهم في نفس البيئة وقدروا يحققوا النتائج. الشباب في خاصة في عمر ممكن من 22 23 هي العمر بتاع اللخبطة. في إنه زون بيكون تاي، وخاصة بعد يتخرج ما بيكون عارف داري يعمل شنو. تغيير الأفكار سهل، لكن النتائج الممكن تساعدك بعد كده أنت عايزة بتأخذ زمن.
هنا بتجي أهمية إنه والله زول في بداية العشرينات في بعض المهارات أنا بسميها الكور، هي دي الأساسية للشخص إذا بدأ يشتغل عليها بعد سنة بالكثير ولا سنتين أثره بيكون واضح شديد جدا. وفي النهاية بمناسبة الزول داري يساهم في البلد، الناس اللي بيساهموا في البلد مهم الناس اللي أو شكل المساهمة بتختلف من زول لزول. الناس الأكثر نجاحا مساهمتهم بتختلف تماما. يلا انت اذا عايز تساعد البلد خليك انت ناجح في حد ذاتك، اعمل حاجات لنفسك انت بتقدر تخدم بها، لكن ما تساعد البلد بضرعه اكبر، لا في يعني اللي هي حجم المساعده بتكون اكبر. هنا انا داير اقول والله النصيحه يعني هي انا اذا رجع بي الزمن 10 سنه قبل كده وكان زول قال لي انا ما حكون في نفس الوضعيه اللي انا فيها، كان حكون في وضع افضل. المهارات الاساسيه زول محتاج يشتغل عليها سواء كان هم الان في الجامعه أو الناس متخرجين، أنا ممكن يعني أقول في 4 مهارات أساسية. جميل. أول مهارة بسميها مهارات التعلم، قدرتك على إنك تقدر تتعلم الحاجات وبسرعة. الآن في الوقت الحالي كل شيء بيبقى مبني على المعرفة، معرفة ومهارة، معرفة ومهارة. يلا بعض الناس موضوع الإنجليزي ممكن يأخذ فيه سنة سنتين 3-4-5 سنوات، أو تعلم إنه يتعلم البرمجة. برضو إصرار إنه يتعلم ده حاجة كويسة. يلا إصرار. يلا لكن في ناس بتعلمها بسرعة. يلا كيف الزول بقدر يتعلم المهارات بسرعة؟ بقدر يتعلم المهارات بسرعة عن طريق إنه يطور مهارته في إنه يقدر يتعلم. يلا الحاجة الآن بقت ممكنة. في كتاب مشهور الناس ممكن تقرأه اسمه كيف تتعلم أي شيء في خلال 20 ساعة. الكتاب ده بعلمك في إنه أنت إذا قدرت تتعلم مهارة جديدة أو معرفة جديدة ما تمشي بعماك، فتش في الأساسيات المتعلقة بالحاجة دي وأبدأ مارس الأساسيات دي، بتلقى نفسك أنت اتعلمت الحاجة أسرع من أي زول تاني. صحيح. دي واحدة مهارة التعلم، قدرتك على إنك تقدر تتعلم الحاجات وبسرعة. الحاجة دي هتساعد الزول في إنه يقدر يجني معارف ومهارات كثيرة جدا في فترة زمنية ممكن تكون هي بسيطة. المهارة الثانية والأساسية مهارة القيادة. الآن في العصر الحالي الآن عايشين فيه الناس بتفتش في قائد، في زول موجه، في زول هي تتبعه. يعني القيادة مهارة، لأنه في كثير من الأسر ما تدربنا على الحاجة دي، فكثير من الناس بيخافوا من إنهم يقودوا الناس لأنه بيخافوا من المسؤولية. يلا المهارة دي الشخص ممكن يشتغل عليها، وإذا اشتغل عليها في الحي ممكن إذا الناس بيأشروا نادوا فلان الفلاني، وإذا في الشغل الناس إذا حتى أنت ما عندك أي شغل إذا عندك المهارة دي بتصنع لك الشخصية اللي ممكن تخلي الناس تأشر عليك. المهارة رقم 3 هي مهارة الإلقاء. نعم. قدرتك على انك تقدر تتكلم قدام الناس كلام مفيد، الحاجه دي لا غنى على الاطلاق. نعم طبعا دي الصيغه ودي مهاره الناس يمكن تكتسبها بكل تاكيد. هنختم معك هذه المساحه الصباحيه الجميله، وتكلمنا عن التطوير الذات. سريعا كيف نخطط ونحقق اهدافنا في وقت قصير؟ لخص لي الموضوع. 1 اضع اهداف انت تكون شغوف بها واهداف فعلا اذا انت حققتها ممكن تغير حياتك. نعم. الحاجه الثانيه أوضح مسار التحرك تجاه الهدف الأساسي بالنسبة لك، في إنه الطريق اللي أنت تصل به لنفس الهدف. 3 خد نفسك في البيئة، خد نفسك في البيئة لتكون دعمة بالنسبة للهدف بتاعك، خليك جنب ناس هم بيشبهوا الهدف بتاعك ده، هم حققوا الهدف بتاعك ده. ناس إيجابيين، خلينا نقول ناس إيجابيين. نعم. بالضبط، ناس يدعموا الحاجة اللي أنت ماشي فيها. الحاجة الرابعة محتاج تمارس العادة بتاعت الالتزام والانضباط الذاتي، الحاجة دي لا غنى عنها، حتى أكثر قيمة من الذكاء في إنك قدرتك في إنك تلتزم بالحاجة دي وتشتغل عليها لغاية ما تحققها. نعم، إضافة لكلامك كل الأهداف بتتحقق لكن اجتهادك والثقة في الله نجاح. شكرا جزيلا كوتش محمود لين، كوتش وموجه في تطوير الذات، شكرا على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا، شكرا عبر لي كل المشاهدين، وإن شاء الله نلقاكم مساحات قادمات. نتواصل معكم مشاهدي الأحباب في كل مكان، متابعي صباح الخرطوم على ابتداء هذا الوطن الحبيب. نذهب إلى كنترول ومن ثم نعود ضيف وموضوع حاضر في هذا الصباح.